نحن كلنا ابناء الناظور ونحن مقبلين على ان شاء الله الناظور غادي ترجع واحد الوجهه سياحيه ومحض ما كنا الا ان هذا المشكل ديال النفايات كيشكل واحد الحجره في الطريق ديال هذا الشيء اللي بغينا هذا المبتغى اللي بغينا نوصلو له. انا كاع اللي قالوا الاخوان زعما يمكن الا نزيدوا عليه شي حاجه الا سمحتوا لي وكيلا السيده المستشاره هضرات على المقاهي لان هضرات على الساعه اللي كديروا فيها لا كوليكت. الا كنا زعما حنا مستعدين كمكتب درنا معكم مجموعه ديال الاجتماعات ولكن هذه المره ماشي نجتمعوا غير باش نهضروا على المشاكل لان المشاكل كنعرفوهم نجتمعوا باش نوجدوا واحد الورقه ما نعرف تقنيه ولا تأطيريه نديروا واحد المقترح اللي نقدموه الى كتاب ان شاء الله في اكتوبر باش نقننوا الطريقه ديال رمي الازبال بمعنى اننا مثلا نديروا نحددوا الاوقات بالنسبه للمقاهي نجتمعوا معاهم نديروا معاهم كيف قالت الاخت يجيبوا ديك الحاويات يحطوها مثلا ويدخلوها في شي ساعه محدده وديك الساعات الى الناس ما احترمتش هادشي نقدروا علاش لا البلديه ندوزوا نخدموا اون دوزي طاب لا دوزيام ايطاب نديروا فيها علاش لا دي زاموند الناس اللي ما كيحترموش هادشي هذا. وواحد النقطه اللي كنهضر عليها عاود السيد رغال اللي هي نقطه جد مهمه على حسب اللي قال ما كايناش واحد الخليه بالنسبه لمدينه الناظور والحال انه الخليه موجوده للجماعات اللي خدامين معاها اذا ضروره احداث خليه اللي توقف على خاصه النقطه السوداء اللي ذكروها الاخوان وتراقب هذه العمليه هذه هذا يتحسب ان بوتيت اكزيرسيس للعام الجاي لان العام الجاي في هذه الظرفيه هذه والعيد كيجيو الناس ديال الجاليه اذا نوجدوا راسنا من دابا ما نخليوش حتى العام الجاي على الموضوع. احنا كنعرضوكم ان شاء الله غير يدوز هذا الاجتماع هذا ندير واحد الاجتماع ولكن ديك الساعات بواحد الورقه اللي غادي نشتغلوا عليها فيما بعد. شكرا.